تم تداوله اليوم بشكل أساسي، أولاً ما يتعلق بضرورة تعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين بشكل أكبر مما هو قائم عليه حالياً. سمحت منذ فترة قصيرة بدخول الشاحنات السورية إلى العراق وحمل بالبضائع السورية والمنتجات المصدرة إلى أسواق العراق الشقيق، بديلاً عن إتمام عملية المناقلة عبر ساحة التبادل. هذا بالتأكيد كما تفضل معالي الوزير هو توفير للزمن والتكلفة بشكل كبير. أيضاً اليوم ما يتعلق بحركة الترانزيت عبر العراق والتي هي باللمسات الأخيرة هي مسألة مفيدة جداً. تم أيضاً الحديث حول مسائل الرسوم الجمركية وبعض العوائق الأخرى التي يمكن أن تحول دون انسياب المنتجات السورية للأسواق العراقية أو دخول المنتجات العراقية إلى سوريا، حرصاً من الجانبين بالتأكيد على زيادة كبيرة في التبادل التجاري. مجالات تعاون متنوعة في قطاعات مختلفة تم طرحها سواء في على مستوى الصحة، مستوى التجارة، مستوى التعليم ستوقع، وأيضاً وثائق، وأيضاً هناك مجالات أخرى قيد النقاش لاستكمال التوقيع. افتتحنا أعمال اللجنة العراقية السورية المشتركة، وإن شاء الله تعالى ما رسم من خطوط عريضة لتطبيقها إن شاء الله على أرض الواقع فعلاً، والذي يصب بالتالي في مصلحة الجانبين العراقي والسوري. وإن شاء الله تستكمل اللجنة أعمالها وتناولت جميع القطاعات، منها ما نضج من اللجنة السابقة لدورتها السابقة 10، واليوم احنا في الدورة 11 لتوقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال الصحة والتجارة والتعليم، والحوارات مستمرة لباقي الأمور وتذليل كافة العقبات. طموحنا أكبر بأن يكون استقطاب الإمكانيات الصناعية والخبرات السورية داخل العراق. اليوم سوق العراق سوق واعد، عندنا رغبة حقيقية لدى المستثمر السوري أن يستثمر في داخل العراق، وهنالك نية لنقل الصناعة المشتركة بين الجانب السوري والجانب العراقي. من باب آخر هنالك أمور كثيرة سوف تكون في المستقبل القريب لإنتاج علاقة اقتصادية سورية حقيقية ودفع الاقتصاد العراقي للأمام بإذن الله تعالى. هذه اتفاقات حقيقة رح تصب لصالح الطرفين البلدين. فيما يخص جانب الاستثمار، احنا عندنا رؤية خاصة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين السوريين داخل العراق، وبنفس الوقت ممكن مستثمرين عراقيين أن يدخلوا إلى خلو مساحة العمل السورية إن شاء الله. بافتتاح المباحثات الفنية لأعمال الدورة 11 للجنة المشتركة السورية العراقية، سيتم تقسيم فريقي العمل من كلا الجانبين إلى 7 مجموعات، 6 مجموعات عمل فنية ومجموعة خاصة بصياغة محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، وأيضا إعداد الوثائق التي من المحتمل أن يتم توقيعها. غدا سيتم استئناف المباحثات الفنية صباحا لغاية إنجاز كافة الأعمال وحتى المباحثات في المجالات القطاعية ليصار إلى استكمالها وتوقيع المحضر الختامي.